أعزائي تلاميذ الصف الثالث ألف باء جيم، اليوم سوف يتم شرح موضوع Identifying Third. Identifying Third، تعريف الثلث. Identifying Third، it will divide the shape into three parts and with coloring one of the part. يعني يقسم الشكل إلى ثلاث أقسام متساوية أو ثلاث أجزاء متساوية مع تلوين جزء واحد بشرط هذه شروط Identifying Third. Look at the object below that have third colored in. انظر إلى الأشكال التالية تمتلك الثيرد. الشكل الأول يمتلك ثيرد لأن شروط الثيرد it will divide the shape into three parts with coloring one of the parts. يعني يقسم الشكل إلى ثلاث أجزاء متساوية مع تلوين جزء واحد. الشكل الثاني أيضا يمثل third. قسم الشكل إلى ثلاث أقسام متساوية مع تلوين جزء واحد. الشكل الثالث أيضا يمثل third. قسم الشكل إلى ثلاث أجزاء متساوية مع تلوين جزء واحد.